شروب العز والخير والله العظيم، وبشروب الوقفة اللي تعز. انطلاقة شوطنا السابع وهذا المهرجان الكبير، مهرجان الأمير الوالد، نتابع وإياكم هذه الانطلاقة الصباحية وأول أيام هذا المهرجان مع سن الانتاج هنا، وهذه الأشواط وشوطنا السابع، وهذا الشوط أيضا جائزة الفائز المركز الأول هي عبارة عن سيارة أيضا تويوتا لاند كروزر بيكاب للفائز بالمركز الأول. نتابع وإياكم هناك دلائل اللي على المركز الأول وعلى مقدمة هذا الشوط، الحميد بن سالم بن حميد الزرعي اللي على المركز الأول وعلى مقدمة هذا الشوط، بينما النقلة على المركز الثاني، والمركز الثاني هناك غند لفيصل بن شفيع بن سعيد ألف هيده المري، بينما النقلة على المركز الثالث، المركز الثالث اللحظات هنا لنتعرف على صاحبة المركز الثالث هناك في هذه اللحظات، من تصن هنا أيضا تصن عزوة لمحمد بن ناصر بن محمد الشنجل المري، السلام على المركز الثالث هنا متواجد أبو ناصر هنا في هذه اللحظات، بينما المركز الرابع اللحظات لنتعرف على المركز الرابع، الله يا هذه التحديات، والمركز الرابع هناك في هذه اللحظات اللي وصلتنا هملولة لسالم بن حسين بن محمد الجرحب المري، بينما النقل على المركز الخامس هناك بوح لصالح بن حمد القمرة النابت، يا سلام يا سلام يا هذه التحديات، يا هذا التحدي، بينما نعود إلى المقدمة وإلى الصدارة، يا سلام يا سلام يا هذا التحدي، الله يا غند غيرت على المقدمة، غند لفيصل بن شفيع ألف هي المري في رصيدها سيارات غند، ها هي تشاهدون أمامكم على المركز الأول في هذه اللحظات، بينما المركز الثاني هناك دلائل لحميد بن سالم بن حميد الزرعي على المركز الثاني، بينما المركز الثالث هنا شعار الشنجل مع عزوة يا سلام يا عزوة لمحمد بن ناصر بن محمد الشنجل، هنا في هذه اللحظات غيرت على المركز الثاني، بينما المركز الرابع والقدوم هناك هملولة لسالم بن حسين بن محمد الجرحب، يا السلام في هذه اللحظات، بينما المركز الخامس هناك بوح على المركز الخامس، يا السلام يا هذه التحديات لصالح بن حمد القمرة، نعود إلى غند بن شفيع على المركز الأول وعلى مقدمة هذا الشوط، الله يا غند ودير بالك يا بن شفيع، دير بالك الشنجل متواجد هنا مع عزوة لمحمد بن ناصر الشنجل على المركز الثاني في هذه اللحظات، الله يا هذا التحدي مع ال 1500 متر الأخيرة، يا السلام المركز الثالث اللي هي دلائل حميد بن سالم الزرعي، ولكن بوح لصالح بن حمد القمرة على المركز الثالث، غيرت في هذه اللحظات المركز الرابع، هناك أيضا من تصنى هملول لسالم بن حسين الجرحب المركز الخامس، أول ندى في هذه اللحظات هنا في هذه اللحظات غنايم سعود بن محسن بن خميس المريخي، نعود إلى غند على المقدمة، يا سلام يا التحديات، الله يا غند على المركز الأول وعلى الصدارة لفيصل بن شفيع بن سعيد ألف هيدة المري، يا سلام يا هذه التحديات، يا سلام يا حمود، يلا يا حمود العصا مثبتة في البطان هنا في هذه اللحظات، يا سلام الله يا سلام أيضا 900 متر الأخيرة هنا في مقدمة الشوط، وغند على المقدمة، بينما الشنجل على المركز الثاني مع عزوة على المركز الثاني، محمد بن ناصر الشنجل على المركز الثاني، المركز الثالث بوح صالح بن حمد القمرة، المركز الرابع نتابع هناك اللي هي غنايم سعود بن محسن المريخي، المركز الخامس هنا في هذه اللحظات، من تصنع المركز الخامس، وأول ندى لصاحبة المركز الخامس هناك اللي هي ولا لسالم مسعيد بن مهير أيضا متواجد، ولكن الله اللي ما عنده سبوق يموت حي، لا ولا ذكرى على الشاشة يبين، الله يا غند والعصا مثبتة، أشكرك يا حمود يا بن مقبل
المقبل. أشكرك أيضا يا فيصل يا بن شفيع، تستاهلون الناموس. غنت عيد إنجازها إنجاز، في رصيدها في رصيدها أيضا سيارات. يا سلام يا غند الله على هذا الانطلاق، سلام 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 إلى غند وإلى أيضا السبوق اللي ثابتة ما شاء الله تبارك الله على هذا الأداء الجميل، عصاها مثبتة في بطانة. يا سلام الانتاج والمنتجين، يا سلام ناموس الانتاج يا بن شفيع وناموس غند أيضا هنا في هذا الشوط لانتزاعها للسيارة. تهانينا والناموس يا بن شفيع على هذا الفوز، بينما المركز الثاني بوح لصالح بن حمد القمرة، المركز الثالث عزوة لي محمد بن ناصر الشنجل، المركز الرابع ولا لسالب سعيد بن محمد الجربوعي، المركز الخامس هملولة لسالم بن حسين بن محمد بن صالح الجرحى بالمري. يا سلام يا غند، غند من انتزعت الفوز وانتزعت السيارة في هذا الشوط. سلام يا راعي غند هنا في هذا الشوط، تشاهدونها أمامكم هنا وهي تصل إلى خط النهاية وتوقيتها الزمني 5 دقائق 53 بالوفاء والتمام. تهانينا لبن شفيع، تهانينا لمالك غند، لفيصل بن شفيع بن سعيد الفهيدة المري، والتهنئة موصولة لك يا حمود يا بن مقبل. أيضا المركز الثاني بوح أيضا من فازت في هذا جاهز في المركز الثاني، توقيتها الزمني 5 دقائق و56 ثانية 9 أجزاء من الثانية. تهانينا لصالح بن حمد القمرة. المركز الثالث من وصلت هنا عزوة، توقيتها الزمني 5 دقائق 57 9 أجزاء من الثانية. تهانينا لمحمد بن ناصر الشنجل. بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا ومتابعينا.